على أعتاب مربع الكبار انتهت مغامرة أولمبيك سفي في كأس محمد السادس الأندية العربية البطلة. هزيمة بالديار أمام اتحاد جدة السعودي وبهدف وحيد بخرت أمل الجماهير المسيوية في تأهل كان يبدو في المتناول. قبل صافرة البداية لوحات فنية رائعة رسمها عشاق الأولمبيك في مدرجات ملعب المسيرة مؤكدين مرة أخرى قدرتهم على صنع الفرجة والإمتاع. في تفاصيل المباراة شوط أول دون مستوى التطلعات تخللته بعض الفرص السانحة لتسجيل أبناء المدرب محمد الرقيسر لكن لم يكتب لها النجاح. اتحاد جدة لم يكن أكثر خطورة واكتفى بتسديدة واحدة للبرازيلي رومارينيو. في شوط المباراة الثاني كان رومارينيو حاسما وسجل هدف السبق للفريق السعودي في الدقيقة الثانية. تغييرات الجسر بإشراك الإيفواري كوفيبوا والمالي السمكي لم تأتي بجديد رغم بعض المحاولات الخطيرة والتي افتقدت اللمسة الأخيرة والتركيز لتنتهي المباراة بهزيمة أخرجت أولمبيك أسفي من المسابقة، لكنه خروج برأس مرفوع من بطولة صنعت الحدث في مدينة عاشقة للساحرة المستديرة وبلا حدود. فريق الاتحاد السعودي صراحه كان قرانا ديال بصح زعما كيكون نقولوا بلغه الكره قرانا مزيان، وحنا جاونا واحد تروز اوكازيون اللي ما كانش معنا التوفيق فيها، مي كنقول بان ديال الكره فيها رباح وخسران متعدد وما نقدروش نطلبوا بزاف من اللعابه ما كانت نقدروا نسيروا المقابله الجايه ان شاء الله. يعني المقابلات اللي لعبنا كلهم في البطولة العربية كنا تلعبوا لقاء الذهاب في أسفي ومن بعد تنسافروا، كان يمكن اليوم كان ضغط اللاعبين ضغط نفسي لأنه بغاو يحققوا تأهل نتيجة ملغومة ديال الذهاب واحد لواحد، يعني يمكن كانت حيرة عند اللاعبين بين الدفاع والهجوم، ما كانش توفيق ما كناش يعني حتى من ناحية الهجوم ما كناش في هذيك النجاعة اللي كنا تنكونوا فيها. تبقى فريق جدة يعني فريق كبير فريق محترم، الخروج تبقى مرارة ديال الخروج وديال الإقصاء لأنه تبقى إقصاء، كنا على أعتاب أنه نشاركوا في نصف نهائي ولكن كما كان الحال الحمد لله على هذه النتيجة وتنعتذروا للجماهير ديالنا، ولكن كما قلتي خرجنا برأس مرفوعة. إذن فريق أولمبيك أسفي يودع كأس محمد السادس الأندية العربية البطلة على أعتاب مربع الكبار، خروج سيجعل الفريق يركز على البطولة الاحترافية التي يحتل فيها المركز التاسع على أمل مركز أو مقعد مؤهل لإحدى المسابقات القارية في نهاية الموسم، وهو الطموح الذي تسعى إليه الجماهير المسيوية. لقناة ميديان تيفي عبد الله جعفري، كمال غنيم، مدينة أسفي.